زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكست، نهاية المقابلات نتاع البطولة وخاصة مقابلة الكلاسيكو بين ليتوال والاسبيرونس، اللي ليتوال فاز 2 بلاش. والتحق بنا أيضا في نفس الإطار ضيفنا اليوم بشير الصحباني اللاعب الدولي السابق. بشير أهلا بيك. وبيك يعيشك. مرحبا بيك بشير بحضنا. تبش نحكيو بعد شوية، حتى شوية نحكيو على الماتش بشير. لكن قبل هذا مردود الحكم نضال طيف في المقابلة خلف برشا تأويلات حول الديسيزيون اللي خذوهم، باش ناخذوا رأي خبير في التحكيم الحكم السابق مكرم اللقيم، شنو رأيه في المقابلة اللي قام بها اليوم نضال الطيف. مكرم أهلا بيك. مرحبا بيك، مرحبا بشير، مرحبا بمستمعين إكسبرس فام. إيه تفضل مكرم، كيف شفت الحكم؟ والله سلام، خذتني على الطاير أنت لمحل. أما في الإجمال الحكم قولوا متوسط، خاصة في الشوط الأول العملية اللي خرج فيها شباب وخرج فيها صفاقسي، للأمانة زوز ما كانوش يستحقوا له صفر، وحتى زوز ورق صفر حب ينقص الضغط على روحه بسيفته، حصر مقابلة دي تخرج على السيطرة. معناها يقولك هنقص جوارات مشي يزفر، معناها أكثر راحة، لكنه أخطأ العنوان. الصفرة تاع شمام ما يستحقهاش، والصفرة تاع صفاقسي ما يستحقهاش للأسف. شمام كانت ورقة الصفرة الثانية، هو كان في باله زوز عندهم صفر، لكن زور شمام عنده صفرة وصفاقسي ما عندوش. وقلت في أحد الإذاعات الخاصة، قلت راه باش يلوج على الصفرة الثانية للنجم الساعلي باش يرقع، وصارت الصفرة الثانية وخرج ورقة حمراء، لكن إجمالا كان متوسط في بلاصتها. والليل ورقة حمراء اللي خرج كلاسيكو كان معناها ناقصه حكم، للأمانة كان ناقصه حكم يكون خير وأحسن ويكون ثابت أكثر من الطيف، اللي الحقيقة حسب رأيي الشخصي ما نجحش رغم فوز فريقي المفضل النجم الساحلي. الطيف لم ينجح في إدارة الكلاسيكو. الإقصاء مكرم نتاع النجم الساحلي في بلاصته ولا النار نافو، الإقصاء نتاع إيطوال. شوف الأخطاء قاعد هو يلوج على أخطاء منه ولا منه. مقابلة بيت من اللول بمستوى عالي مرتفع، اللي قلق الحكم وقتاش الحكم قايخ الظفر مرتاح، وقت تلقاها فريق أقوى من فريق. اليوم كده زوج فرق من قاربين في المستوى، هو يتقلق يكثر الكونتاكت، شو اللي يحب؟ هو يحب يولي يخفف الضغط عليه، كيفاش أقل لاعب أقل مشكل، وهذا اللي صار. حب اللي هو حسبها، فهمت؟ ما خليهاش تمشي بعادية المقابلة، خاطر مقابلة كما اليوم كنا نجم نشوفه مقابلة أجمل الحقيقة من ما بين زوز أحسن جمعيات موجودين على الساحة الوطنية، اللي عنا برشا ما شفناش مقابلة فيها برشا لعب. صحيح النجم الساحلي كان الأفضل في برشا أدوات المقابلة، كان النجم الساحلي أفضل، لكن الحكم زاد ما كانش في مستوى الحدث. قداش تعطيها على 10 مكر؟ قداش تعطيها على 10 مكر؟ والله هو لم يغير نتيجة المباراة، ياخذ معدل 8 ولا 8 راهي حاجة عادية. انت تقول لي حكم متوسط تعطيه 8 مكر، لماذا كان جاب به قداش تعطيه؟ لا لا، خلينا نعطيهم حاجة على نعطيهم تقييم مش يعرفوا العباد. راهو كي نعطيهم 7.5 راهو مش به. كي نعطيهم 8 راهو متوسط قد 8 متوسط؟ فوق 8 راهو قد كورة ماء جماعة التحكيم انتم اخوي. لا هذا هو المعمول به، معناها كي نعطيهم نحن كي نعطيهم 7.5 راهو غير نتيجة مباراة ولم ينجح في إدارة مباراة. واضح. نحن نعطيهم 8 قد معناها ما عطاش بلوس. كي نعطيهم 8.5 9 يكون حق تحكيم ممتاز في المقابلة وعطى الإضافة. اليوم ما ريناش حكم عطى الإضافة في كلاسيكو محترم، مش نقولوا محترم، فيه شوية لعب، فيه كذا، فيه احترام للروح الرياضية، معناه بربي خلينا نعطي نقطة. اليوم في مقابلة ما بين ترجي والنجم، اللي حسب رأيي احترموا الروح الرياضية، وهذا ما نصوركش معناه جي ضدي في المرة. مقابلة ممتازة حسب الروح الرياضية، نعطيه فيها زوز أحمر، واضح ماهيش هي الحقيقة. واضح، راهو كلاسيكو يزبك تعرف كيفاش تتصرف. الحكم لم ينجح في استعمال الورقات الصفراء والحمراء. يعطيك هذا ملخص
ما يبقى في كلاسيكو بين الترجي والنجم. شكرا لك، يعطيك صحة. ما كان من لاجيم، كنت في تقييم حكم مقابلة الكلاسيكو بين الإتوال والإسبيرانس.